يا مالك الملك أنت الواحد الأحد، أنت المهيمن يا قدوس يا صمد، أنت الذي كل عبد يلوذ به في كل ضيق فيأتي الفيض والمدد. يا رب لك في حياة العالمين شؤون، ما كان من أحداثنا وما سيكون. يا رب أرسلت خير الخلق في فمه الهدى للعالمين مفصل ومبين. يا رب لا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا ركوع إلا لعظمتك، ولا سجود إلا لعزتك، ولا خوف إلا منك، ولا رجاء إلا إليك، ولا توكل إلا عليك، ولا استعانة إلا بك يا الله العافي والمانع واحد سبحانك أنت يا الله، الخافض والرافع واحد سبحانك أنت يا الله، المعز المذل واحد سبحانك أنت يا الله، أنت القائل لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحانك أنت القائل لنا وما بكم من نعمة فمن الله. يا رب من ظن في نفسه الغنى من دونك جعلته فقيرا، ومن ظن في نفسه العزة من دونك جعلته ذليلا، ومن ظن في نفسه القوة من دونك جعلته ضعيفا. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك، وما تشاء من أمر يكون، وأمرك بين الكاف والنون، أن تقول للشيء كن فيكون. وصلاة الله وتسليماته، صلوات الله وتسليماته على الحبيب المحبوب، على النبي المصطفى، وعلى الرسول المجتبى، على رحمة الله للعالمين محمد الذي جاء للبشرية نور، وللأمة نور، ومبلغا للقرآن أعظم دستور. وقال عنه ربنا: قد جاءكم من الله نور، نور القلوب، نور البصائر، نور يوم القيامة، نور الجنة سيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا في الدنيا طاعته والعمل بسنته، ويوم القيامة شفاعته، وفي الجنة رفقته يا رب العالمين. أيها السادة، في مثل هذا الشهر كان ميلاد رسول الله الذي جاءت البشائر بإتيانه، أن عبد المطلب يرى نورا، سلسلة من النور تخرج من ظهره فتتعلق في السماء فتضيء الكون كله، وترى أمها آمنة أن نورا يخرج من بطنها يضيء المشرق والمغرب. صلى الله وسلم وبارك عليه يا سيد الثقلين يا رسول الله، في ليلة الاثنين مولدك الشريف. أيها السادة، من هنا من قرية من خيرة البلاد، عرفنا أهلها رجالا أجياد، وواجبهم المعتاد، نعم القرى قرية الحلمية بمركز أبو حماد. أتينا الليلة هنا لنشارك الأسرة الكريمة، عائلات أبهرابي والعرين والسوالم والصعيدة، في ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة
التي كانت نعم الزوج الودود الولود لزوج الراحل الحاج عبد الحميد ابو عرابي. واليوم اتينا لنشارك الاسرة ممثلة في الحاج محمد عبد الحميد عرابي والحاج ابراهيم عبد الحميد عرابي والحاج علاء عبد الحميد عرابي واخوته الحاج احمد عرابي والحاج ممدوح عرابي والاستاذ اسلام عرابي والاستاذ مصطفى عرابي. ايها السادة ليلتنا ليلة قرآن فيها تتنزل ملائكة الرحمن وفيها تجليات الله على اصحاب الصوت القروان. قرآن يتلى وملائكة تنزل ورحمات الله تهل. قراءنا الليلة فضيلة القارئ والعلم الإذاعي الكبير المحبوب والدقيق في أدائه والجميل في صوته والمتين في تلاوته من أعلام الإذاعة المصرية القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. وضيفنا أيضا العلم الإذاعي الذي كان أمتعنا بالإذاعة المصرية بالأمسيات الدينية وتلاواته الدورية نبت بيت أهل القرآن بكفر أباظة مركز الزقازيق فضيلة القارئ العلم الشيخ عزة السيد راشد. والليلة أيضا نسعد بإذننا وشيخنا وقارئنا وقارئ من قراء العظماء في المستقبل فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الهادي العرباوي. لنبدأ جمعنا بتدبرنا لآيات ربنا ودستور السماء الذي أنزل على قلب نبينا مع آيات الله البينات ومع علم الإذاعة المصرية القارئ الشيخ عزة السيد راشد يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا صدق الله العظيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا
كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد خالدين فيه وساء
يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق الله ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء. صدق الله العظيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خيب من حمل الظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضي إليك وحيه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي فتعالى الله
صدق الله العظيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقرآن فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. صدق الله العظيم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
أشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال فأكلا منها له معيشة
ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. صدق الله العظيم. استمعنا إلى ما تيسر من آيات القرآن. طه نداء الرحمن لنبينا المصطفى العدنان. تدبرها فأسلم عمر فكان فاروق أمة الإيمان. تلاها علينا بصوته الكروان فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بكفر أباضة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم عائلات غرابي العريني والسوالمة والصعيدة أسرة الأم الراحلة الكريمة حرم المرحوم الحاج عبد الحميد غرابي باسم الحاج محمد عبد الحميد غرابي والحاج إبراهيم عبد الحميد غرابي وأيضا باسم أبناء الراحلة الكريمة الحاج علاء غرابي الحاج أحمد غرابي والأستاذ ممدوح غرابي والأستاذ إسلام غرابي والأستاذ مصطفى غرابي. أشكر إلى كل من شرفنا بالعزاء من جميع الأنحاء والأرجاء كما أشكر أيضا لصاحب الفراشة والإدارة أولاد وحجاب وإلى صاحب الهندسة الإذاعية الحاج السيد القليلي
واشكر ايضا لمقدم الضيافة وفيه الكابتن عطية الدولي بأبو حماد ومخرجنا الليلة ومصورنا ناصر صلاح وصلاح ناصر، كما اشكر ايضا لاستاذنا الدكتور احمد دهشان وكيل كلية اصول الدين جامعة الازهر بالزقازيق، ومني انا اشكر لاخي وحبيبي وصديقي العزيز الاستاذ مصطفى العريبي.